تقول ايه لجمهور الزمالك يا صبحي النهارده؟ لا طبعا بشكرهم على دعمهم لينا طول الفترة اللي فاتت في الحلوة قبل في الوحشة قبل الحلوة. بصراحة دايما واقف في ظهر النادي وظهر اللعيبة، وأكيد نفسنا كل اللعيبة نفسها تفرح الجمهور الكبير والعظيم ده. مفيش حد بيبقى عايز يأثر، بس في حاجات غصب عن الواحد بتبقى بره الكورة عامة، بتبقى ضغط الواحد نفسيا وكده. ف الحمد لله ربنا كرمني، وساعة لما عرفت ان انا هبقى موجود في النادي استقريت وبتاع، فعرفت اخسر وعرفت اركز وخلاص استقريت. فان شاء الله انتظروني ان شاء الله حاجة جديدة باذن الله، واكون عند حسن ظنكم كلكم باذن الله. خلي بالك الوعود اللي انت بتوعدها لجمهور الزمالك دي ان شاء الله هنطلعها في الموسم الجديد كده، ونفكر نفسنا ونفكر جمهور الزمالك بيها. وانت في الحقيقة صبحي حارس مرمى كبير واتولدت كبير، يعني صبحي حارس دولي منذ صغر سنه، واعتقد ان دايما حراس المرمى بيقولك ان هو بينضج عند سن 30 سنة، ولكن صبحي ما شاء الله نمسك الخشب بدأ كبير. بتشوف ده بيشكل ضغط عليك ولا دافع ليك؟ لا بيبقى دافع ليا، انا مش الشخصيات اللي بحب دايما العب تحت الضغوطات وبتاع، بس انا زي ما قلت لك يا احمد، انا في ظروف الفتره اللي فاتت كنت مقصر شويه في حق نفسي، بس في ظروف غصب عن الواحد بتبقى ممكن تتعبك نفسيا شويه، يعني الاجواء بتاع على النادي. فكرة ده تصريح مهم جدا يا صبحي، يعني عذرا على المقاطعة، ولكن ان انت تعترف ان انت في يوم من الايام او في فترة من الفترات كنت مقصر، وبتوعد الجمهور ان صبحي راجع تاني وبقوة، دي حاجة محترمة جدا ولازم احييك عليها. لا طبعا انا ما بحبش اكذب على نفسي، لما بكون مقصر في حق نفسي بقول قصرت شويه، بس اكيد ما فيش حد نفسه يبقى وحش، صحيح، بس في ظروف غصب عن الواحد بتبقى ضغط 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 من كل حته، وانت مش عارف تظبط دماغه والاستقرار. انا كلاعب كوره، لعيب الكرة يا احمد انت عارف اللي هو لازم يكون مستقر نفسيا وكل حاجه، يعني كل حاجه يبقى مستقر. احنا انا قصرت، بس الظروف اللي كان فيها النادي الفتره اللي فاتت كان الدنيا كلها متلخبطه. ف انا يعني بقول الله يكون في عون مجلس الاداره الحالي، بيشتغل في الظروف يعني مش احسن حاجه، وعلى قد ما بيقدر بيحاول يساعد النادي. فأنا بشكرهم، وإن شاء الله الفترة الجاية تبقى حلوة على النادي كله بإذن الله، وكلها بطولات بإذن الله للنادي كله. حديثا بالبطولات يا صبحي، فيما يخص مباراة السوبر الإفريقي اللي بيجمع قطبي الكرة المصرية، نادي الزمالك ونادي الأهلي. دي حاجة طبعا حاجة كويسة لمصر طبعا، السوبر الإفريقي ده صحيح، ومهمة لينا احنا كلاعيبة وكنادي الزمالك. فان شاء الله احنا يعني من دلوقتي احنا مركزين باذن الله، يعني احنا الراجل دايما يقول لنا ناخد ماتش بماتش، بس معظم اللعيبه مركزه دلوقتي من دلوقتي لماتش السوبر. يعني احنا عندنا سوبر مهم وعندنا ماتش مهم، يعني الناس اللي كانت دايما تقول الزمالك كان خايف يلعب الاهلي، لا الزمالك ما بيخافش، الزمالك نادي كبير الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية يا صبحي، وآخر مباراة الزمالك بتجمعنا عمره ما بالنادي يخافش الأهلي، احنا حد. كسبانين 2-1، كل الاحترام للنادي الأهلي، ولكن القصة لا ما كل كانتش قصة الاحترام النادي والتقدير الأهلي للنادي خالص، الاهلي، بس صح؟ الزمالك نادي كبير، ما فيش حتة خوف. احنا صحيح، كلاعيبة وكجهاز فني كنا عايزين نلعب الماتش عادي، يعني ماتش زي اي ماتش في الدوري بثلاثة بونت، اكيد كنا هننزل عايزين نكسب ومركزين اللي احنا كنا هنلعب الماتش لحد اخر وقت برضه. فلا يعني ان شاء الله الفتره الجايه دي وماتش السوبر يكون باذن الله التوفيق معانا باذن الله، وربنا يكرمنا ونقدر نفرح جمهور الزمالك باذن الله.